تدمجت قطر. ما أهمية هذا المعرض خاصة لأنه يوثق إنجازات دولة قطر خلال الثماني سنوات الماضية؟ المعرض صحيح نسخته الأولى يمثل الإنجازات مثل ما ذكرت لحضرتك، والمعرض شارك فيه العديد من الجهات، أبرزوا جميع المستحدث في الصناعات في دولة قطر والتجاوزات والجهات، سواء جهات حكومية أو جهات خاصة مثل هيئة الأشغال العامة شاركت وأظهرت المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة. كذلك هناك وزارة البلدية والبيئة شاركت وعرضت علينا ما تم إنجازه في مجال الأمن الغذائي وكذلك البيئة والحفاظ عليها، والهلال الأحمر القطري كذلك بمشاركاته، والمجموعات الخاصة مثل السهيل القابضة عرضت مصانعها التي أقامتها خلال الثمان سنوات الأخيرة. كل هذا يوثق دور ودعم الدولة وتوجهات حضرة صاحب السمو في دعم القطاع الخاص في دولة قطر، خصوصا أن دولة قطر أصدرت العديد من التشريعات الخاصة بالاستثمار وكذلك دعم الشركة أو قانون الشركات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذلك وسائل فض المنازعات ووجود هيئة المناطق الحرة في دعم الشركات التي تعمل في دولة قطر. كل هذا يؤدي إلى جذب الاستثمار إن شاء الله لدولة قطر وتحقيق رؤية قطر 2030. شكرا، يعطيكم العافية، الله يسلمك.